لازلنا نحن نتحدث عن التوبة، ومع الملف الثاني في التوبة وهو شروط التوبة النصوح. ونحن الآن نتحدث مع الشرط الثاني من شروط التوبة، وهو الشرط العاطفي الوجداني. ومن هذه الشروط إن شاء الله تعالى وهو الندم على ما فات. والندم هذا تنقدح منه الكثير من العبادات الغائبة عند المسلمين اليوم، وهي عبادة المرابطة، الرباط، المرابطة. والمرابطة في سبيل الله تعالى هي على ستة منازل. المنزلة الأولى وهي زيد المشارطة، يا رب يا رب تحفظه يا رب، المشارطة. والثانية، والثانية أو يا رب يا رب، وتحاسب وانت ما زال غشرت، المراقبة بعد حتى تخدم تراقب أثناء التنفيذ، المشارطة قبل بالعمل، والمراقبة أثناء العمل، هذه قاعدة باش تحفظها، والمراقبة أثناء العمل، عاد المحاسبة بعد العمل، وبعد المحاسبة واش كاين؟ المعاقبة. أيوا لا تحاسب وما تعاقبش النفس تاعك، المعاقبة. والخامسة واش هي؟ المجاهدة. هذه قاعدة ما باش تدخل للراس ولا قاعدة ما باش تدخل؟ المشارطة قبل العمل، والمراقبة أثناء العمل، والمحاسبة بعد العمل، والمعاقبة بعد المحاسبة، والمجاهدة لأنها طريق المسلم إلى ربه. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة إذن هي على أربع أشكال. مجاهدة اللسان تحدثنا عنها، والآن نتحدث عن مجاهدة الطعام، أي كسر شهوة الطعام، وهي على ثلاثة منازل. يا الله، المنزلة الأولى وهي زين، المنزلة الأولى هي الجهاد النفسي في تحري الأصل الحلال، وهي على ثلاثة مراتب. مجاهدة أصحاب اليمين يجاهدون أنفسهم زين للابتعاد زين عن الحرام. ومجاهدة المقربين زين يجاهدون ليس فقط لابتعاد الحرام، مجاهدة للابتعاد عن الشبه، فمن اتقى الشبه فقد استبرأ. والمجاهدة الأعلى وهي مجاهدة الصديقين، واسمها هي ترك الحلال مخافة أن يؤدي إلى الحرام. احنا نتكلموا غير على نتاعنا نتاع المؤمنين والسلام نتاع أصحاب اليمين، أن نبتعد عن الحرام فقط. أنا غير نقول لكم جاهد نفسك فقط لكي تترك الحرام. ثم المجاهدة الثانية في الطعام وهي زين فين؟ المجاهدة الثانية كاين الأولى الأصل، والثانية الكمية، الكمية التي يتناولها المرء وهو التوسط، وتحدثنا عن هذه المسألة. والثالثة بعد الأخر وهي المقصد من هذه المجاهدة. إذا رحنا نتحدث عن المقصد من هذه المجاهدة، فتحدثنا الأحد الماضي أو ما قبل الماضي عن المقصد إذن من الجوع، من كسر شهوة الطعام. الله، وقلنا هنالك أربع مقاصد، ونزيد لكم على المقصد اليوم. يلا أصدي الله يرحم والديكم، أنا بحالي ما أنا بدي قوتي شوية منين نشوف بحالي من الناس مراشتة كي كيسكو سيكسا. إذ ما هي المقاصد إن شاء الله تعالى من مجاهدة النفس حتى تكسر شهوة الطعام؟ يلا زيد، قلت لكم الحفاظ على الحياة والعقل والقوة، وفتالي جمعتها لكم إن شاء الله في أربعة. قلت لكم المقصد الأول ومقصد مويتي مويتي، المقصد أوه يا يا، المقصد التربوي يا يا، والمقصد الثاني هو مقصد يا يا قبل قبل الثقافي، والمقصد الثالث اجتماعي، والمقصد الرابع اقتصادي، والمقصد الخامس سياسي. الله، هذه المقاصد من المجاهدة. هي الإنسان لا يجاهد نفسه دون أن يعرف المقصد، هو لا يعبث، المؤمن لا يعبث، المؤمن كل تصرفاته زيد عبادة، ولا تكون العبادة عبادة إلا إذا كانت زيد صحيحة في الشكل زيد والمضمون. الشكل خص يكون على طريق رسول الله، ما خصك تجوع حتى تقضي على عقلك، ما خصك تجوع حتى تموت. وتكلمت لكم عن ما يسمى بالإضراب عن الطعام وحكم الشرع فيه، تكلمتكم على هذا الشيء، أنا تكلمت. فبدأنا
الأسبوع ما قبل الماضي للحديث عن المقصد الأول هو المقصد التربوي، وقلنا إن مما يقصد به عند المجاهد الذي يجاهد نفسه لكسر شهوة الطعام زيد أن يكون له بإذن الله في المجال التربوي عدة فوائد. الفائدة الأولى وهي أن يبتعد عن الحرام، لأن الحرام سحت وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ثانيا مسألة تربوية، أن الله تعالى يغلق أبواب الاستجابة في وجه أقوام يأكلون الحرام، فأي أرض تقلك وأي سماء تظلك إذا عشت منقطع الصلة بالله؟ لا تتحرى أصل الطعام ولا تبالع من حل أم من حرام تأتي، حتى قال الله تعالى تأكلون التراث أكلا لما. التراث هو المال الذي لا يعرف مصدره ولا أصله، هذه كل شيء تكلمنا عليها. وأما الفائدة التربوية الثانية، هذه الكسمة تعبدية، هي تربوية تعبدية. أما الفائدة التربوية التي تكتسي صبغة سياسية وهي أن نربي الجيل الذي إذا استعمل من قبل العدو سلاح الغذاء تجده لا يبيع المبادئ بالجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين يصبرون على الثبات على المبادئ. وهكذا حوصر رسول الله 3 سنوات، وكان المقصد أن يتخلى النبي وأصحابه عن دينهم، فقال الله تعالى في سورة المنافقون قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، أي حتى ينفض عنه أصحابه، جوعوهم بلاش باش يقولوا شوف الدين اللي بغى يتبع الدين، ما يسيب خدمة ما يسيب فلوس، الأخت اللي عندها الحجاب ولو كانت لها زيد من الكفاءات ما تفوق به متبرجة إذا تقدمت إلى مباراة فإن المتبرجة تحظى بامتياز وتقدم على المتحجبة ويقال لها بلسان واضح إنما رفضناك لهندامك، إنما رفضناك لهندامك، احنا ما بغيناكش، نعم سيدي عندك الشواهد انت يا كفأة، لكن حجابك هذا يشوه إدارتنا، لأن العالم الذي يعبد المادة كله إنما يريد لهذا النوع من الناس أن يتقدم. في إحدى المباريات في دوزيم هيئ لها كثيرا وأنفق عليها من ميزانية أمة محمد الشيء الكثير، وكان من جملة الفتيات المتعلمات في البكالوريا أخت متحجبة من مدينة تطوان ابنة أخينا أبو خبزة أطال الله عمره، وجابت 18، هي الأولى تقريبا في تلك المنطقة، وكانت من المدعوات اللائي يراد الاحتفاء بهن في هذا البرنامج. ولما بقي على موعد البرنامج تقريبا 5 أيام جاءتها رسالة تقول لها نعتذر لك أيتها الأخت عن الحضور، ولذلك فقد ألغينا دعوتك لأن هندامك. الله الله، يا سبحانك يا رب، يا سبحانك يا رب. ودائما كان ذكر أنا حينما تقدم أخي رحمه الله لامتحان لونتروتيا في هذا الوزين اللي هنا نتاع بركان نتاع الورد، وأرادوا متخصص في الاقتصاد لكي يقوم بالإشراف على القسم التجاري أو الإداري، فجاءته بعد لونتروتيا جاءته الرسالة بعد 3 أيام يقال فيها إذا نأسف لعدم قبولك في هذه الشركة، والسبب votre comportement n'est pas convenable، هندامك لا يلائم المؤسسة، أي لحيتك. الله، يا من يحمل مشروع الإسلام ستحاصر وسيستعمل الغذاء سلاح لكي تتنازل عن مبادئك، وإن كل من يتبع أنبياء الله ورسله
إلا ويجري عليهم ما جرى على الأنبياء. فالآن غزة إنما تحاصر علاش؟ كلمة السر واسمه هي أن تقول زيد نعترف بإسرائيل. لو قالت حماس نعترف بإسرائيل لاستقبل زعماؤها على البساط الأحمر، ولكنهم يقولون لا ولا ولن 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 لن تعلن. يقولها دائما في الممشى إسماعيل هنية، نكرر لك، قالها في تونس، نكرر ما قلنا، لن ولن ولن نعترف بإسرائيل. جوعونا لكن لا نركع، جوعونا عدمونا لكن لا نفرط في ثوابت الأمة. إننا إذا تنازلنا عن فلسطين 48 وعن القدس معناه أننا تنازلنا عن إسلامنا، لأنه من الذي يدفعك لكي تجاهد من أجل استرجاع أرضك والدفاع؟ أليس الإسلام؟ إذن هو الإسلام، لأن فلسطين ليست ككل الأرض، هي آية في كتاب الله. إذن فالفائدة التربوية الثانية تدريب وتربية الأمة عن طريق مجاهدة النفس لكسر شهوتها، لتهيئ نفسك لكي تصبر إذا حوربت بما يسمى بسلاح الغذاء. فتصبر ولا تتنازل عن المبادئ كما صبر رسول الله حتى يفتح الله بيننا وبينهم. الله، هذه فوائد تربوية. فائدة تربوية تكتسي صبغة عبودية وهي الابتعاد عن الحرام، وفائدة تربوية تكتسي صبغة سياسية حينما تحارب الأمة باش في رغيف الخبز. إذن هذا واسمه يدفعك الدير، واسمه يدفعك الدير تربوية، واسمه يدفعك الدير. إذن هذا عبادة سياسة، واسمه يدفعك إلى الهدف التربوي الثالث، واسمه هو إذا كان الأمر يتعلق بالحلال وأن الذي يتعاطى للحرام فالنار موعده، وإذا كان المقصود من التربية هو تربية الأمة على أن تصبر إذا ما حوربت في رغيف الخبز، زيد هذان يؤديان إلى الفائدة التربوية الثالثة، وهي أن الأمة مدعوة أن تفكر مليا وجديا فاش في أن تستقل في مسألة الاكتفاء الذاتي. يا رب أن تعمل. تعرفوا احنا السياسات الاقتصادية التي كانت تقام في بلادنا استجابة لدعوات البنوك الخارجية، خاصة البنك الدولي والاف ام اي واسمه كانت تضغط على بلداننا أن نلغي الفلاحة. احنا نعطيكم القمح رباط، وأن تلغي كل شيء يكتسي صبغة الإنتاج. فكانوا يربوننا على ماذا؟ على الاستهلاك فقط، أمة تستهلك فقط. ولكن لما صار للقمح كل هذا الشأن رأينا كيف أن كثيرا من البلدان العربية انتفض الشعب فقط للحصول على الرغيف. في مصر، في الأردن على الرغيف، والآن عاد كيقولوا يا غلطنا يا أمي انت قاع الأرض اللي عندنا وما فلحناش، يوم انت قاعد الارض الان واسمه الان يضغطوا علينا باش بمساله القمح. نعطيوك القمح وتخلى على دينك، نعطيوك القمح وتخلى على قرارك السياسي، نعطيوك. والان عاد قالوا يا هذه ما فيهم ثقه. ومتى كان في هؤلاء الثقه؟ متى كان في هؤلاء الثقه؟ فهذا يدفع الناس ويدفع الامه الى ان تاكل زيد بفاسها حتى تستقل براسها. فالرؤوس زيد مقرونة ومدفوعة ومحكومة بمن يحفر الأرض بالفأس، لأنه حينما حفر الأرض بالفأس أنتج، فأعطاك من إنتاجه لأنك تخليت عن فأسك. فلما أعطيت من عمل الآخرين كان المطلب هو المقابل، هو أن تتخلى عن فكرتك، عن مبدئك، عن قرارك. فالذي لا يأكل من فأسه يفقد التفكير من رأسه. الله، هذه مسألة تربوية ثالثة. غلق هذا المقصد التربوي، أغلقه. الآن المقصد الثاني من وراء مجاهدة النفس لكسر شهوة الطعام،
المقصد الثاني هو قلنا زيد المقصد زيد المقصد الثقافي. الله يتبع معنا الورشة. المقصد الثقافي ما علاقة جهاد المسلم شهوة الطعام حتى يكسرها مع الثقافة؟ يا الله ما علاقته مع الثقافة؟ ما علاقته مع الثقافة؟ المسلمون يقرؤون قول رسول الله الذي وصلهم. المؤمن يأكل في معي واحد، والمنافق والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الناس عندهم كيف كيف، المصار نتاع المؤمن بحال المصار نتاع المنافق، لكن كيف يأكل هذا في معي واحد والآخر يأكل في سبعة أمعاء؟ علاش؟ 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 لأن المسلم ينظر إلى تلك النعمة وينظر من وراء النعمة إلى المنعم فيسمي الله ويأكل بقصد التقوي على طاعة الله، ويأخذ كفايته من الطعام فقط حيث لا يبالغ، ولذلك فهو يكتفي بالقليل الذي يعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقافة هذه الأمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي ثمانية، وطعام الثمانية يكفي الضعف، وطعام يكفي. يعني أن الطعام عند المسلم إذا حاز مسلم على طعام كيف كان مقداره، فيستطيع انطلاقا من ثقافة المسلمين التي تقرر أن طعام الواحد يكفي الاثنين، فإنه ثقافة عنده ثقافة أنه يتمنى أن يأكل معه دائما شي واحد أخر، أنه يريد أن لا يستعثر بطعام قط. ولذلك حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ أن الإسلام يحبب فكرة ثقافة، فكرة الأكل الجماعي على الصحن الواحد، حتى ولو قال الله تعالى سبحانه عز وجل لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته العملية كان يحبذ فكرة الأكل على الصحن الواحد، فيقول طعام الواحد يكفي الاثنين، أي أن تضم إلى طعامك رجل آخر، وإن كنتما اثنان فإن الأمر محبب أن تضيف إلى صحنكما اثنان، وهكذا. فثقافة المسلمين تحبب مسألة الأكل الجماعي على الصحن الواحد. هكذا احنا اليوم اسمه الثقافة، حتى في ديارنا كل واحد يأكل بوحده، جيب هكذا ودير لهم كمارة من جهة أخرى، أعطي له كل واحد طبسه متاعه وكل واحد بغرفته وكل واحد القدمة، ويقول له كل واحد يدي متاعه. ودخلتنا حتى احنا مسألة نتاع ان شاء الله تبارك وتعالى النظافة، لا كل واحد يشرب وحده، هذا شيء مزيان ماشي شيء، ولكن واسمه وفينا الى ماذا يؤدي هذا؟ تخيل غادي نوصلوا لذيك الثقافة نتاع هذوك اللي المرأة تاكل في الصحن وزوجها ما عندوش باش ياكل، ما تقولوش الواحد تاكل. سنصل الى ثقافة اولئك، هو وزوجته، هو ياكل والزوجة ليس لها ما تنفق لتأكل، فلا يدعوها إلى طعام قط. وروح تشوف كيفاش دير، روح تشوف واحد شي واحد يوكل الآخر وموت بالجوع كاع. هما بعدا منظمين دايرين جمعيات خاصة ذات طابع زيد ديني بحال دوك نتاع الكنيسة وداك الشيء، كاتب شي تمايا والمغربيات كنشوفهم عندهم تبارك الله حتى هما مانضات نتاع الشوماج، ويصبحوا تما هما الولا المغاربة ويمشوا عند هذوك المجمعات الكنسية وكيعطوهم السلعة والريفي طايمة نتاع الشهر كامل، وهم كاع ما يسقسيوش. إذن فالإسلام يريد ثقافة الأكل الجماعي. علاش؟ لأن طعام الاثنين يكفي الأربعة، فالإسلام يشجع على ثقافة المشاركة في الأكل. الله. وكنت أعرف، وقد عشنا، وانتم ماركو صغار، وقد عشنا في مجتمع قروي
كانت العائلة تتكون من أفراد كثر، فيهم الأصول وولادهم والأحفاد في بيت واحد، والإخوان الأجنحة، وكلهم يعيشون في بيت واحد ويدعون إلى سفرة واحدة ويأكلون على صحن واحد ويوثر كل واحد الآخر. يا الله، يعني مع قلة الموارد ومع اشتداد الأزمة لم يكونوا يستشعرون الأزمة، لأن الرحمات ينزلها الله تعالى على جماعة تسمي الله وتتقدم إلى الصحن الواحد. هذه ثقافة أمة ورثناها، لكن اليوم أصبح كل واحد يريد أن يأكل لوحده في الدار، يخس اللي نظم على الصباح يريق ويخلي له القهوة، اللي نظمر على التسعة يريق ويخلي له مول عشرة، ونظم العشرة يريق ويخلي له مول 11، واللي يريق مول 11 يخلي اللي غادي ينظم على 12 باش يريق مع 12، وهذا يريق مع 12، والاخر يوجد باش يتغدى. هذا واش اوتيل؟ واش اوتيل هذا؟ لا يجتمعون على المائدة. انت ولادك ما اجتمعش معهم حتى على المائدة، فكيف يرجى منك ان توجه ولدك؟ وكيف تريد لهذا الولد أن يستمع إليك إذا وجهته إلى الخير؟ إنه لا يراك أصلا، وحتى الوقت الذي كنتم تجتمعون فيه ولا تستغنون أبدا عن الاجتماع فيه وهو المائدة، حتى المائدة التي تجمع البطون، وحينما تجتمع البطون تجتمع عقول هؤلاء، فبواسطة البطن الذي يجمعنا نستثمره لكي نحرك العقول والعواطف والقلوب فتجتمع على المائدة. حتى هذه ما بقاتش، هذه واحدة، هذه ثقافة خطيرة، ثقافة الأكل المنفرد. المسألة الثانية الثقافية، يا الله، أننا بهذا أصبحنا نضرب أخماس في أسداس وعشار في أعشار قبل أن ندخل إلى بيتنا ضيف. ثقافة الضيافة ماتت. إذا كنت أنت في بيتك لا تستطيع أن تأكل على مائدة واحدة مع أولادك، فكيف يمكنك أن تقنع زوجتك بأن تؤتى بالضيف إلى البيت؟ هذا لا يمكن أصلا. ولذلك نحن الآن نشكو الكثير من مسألة إغلاق البيوت على أهلها. البيوت أصبحت لا تزكى، لا يدخلها الضيف. أين ثقافة شاعها رسول الله وأصحابه وصالح هذه الأمة التي تقول الضيف يدخل إلى البيت برزقه ويخرج بذنوب أهل البيت؟ من الذي أصبح يقتنع بهذه الثقافة؟ أنت إذا أردت أن تستدعي إنساناً إلى بيتك عليك أن تحاول شهراً بأكمله لكي تقنع زوجتك أولادك لاستقبال ضيف. يا لطيف، بكري كانت المسألة بسيطة، الناس يأكلوا جماعة، وكانوا من يجي الضيف، لا ماشي من يجي الضيف، كانوا هم يستوحشون ويسألون الله أن لا ينفردوا بطعام قط. كان إبراهيم الخليل ما أكل طعاماً لوحده قط، وكان الصالحون إذا غاب عنهم الضيف 3 أيام متتالية يقولون لربهم وهم يجأرون إليه: رب قد نسيتني، استغفر الله يا رب، أي لماذا لا ترسل إلي ضيفا؟ هكذا الناس كانت مسألة ثقافة الضيافة، غابت علينا احنا ثقافة الضيافة، شكون اللي يدخل داره؟ وثالثا حتى الكرماء من أبناء المؤمنين الذين يحبون الضيوف ويوقنون في كلام رسول الله لم يعد أحد بإمكانه أن زيد يؤتي أو يأتي بالضيوف إلى بيته، فقد جاءتنا ثقافة زيد تسريح الضيف إلى هذه المطاعم التي توجد في الطرقات. شكون راه يدخل الآخر؟ دير له هاك ودير له الكبدة ودير له اللي في الرياحة وفي الآخر، جاك الضيف واعر باش تقول للزوجة ديري لنا إن شاء الله تعالى واحد التبسيط تاع الطعام، تقول لك بابا الطعام جبتولي بعدا، ملي علاش ما قلتلوش من بكري؟
وعلاش ما قبلتوش قلت لي وانا خصني الوقت وانا كذا واسمو كذا واسمو غادي نحطلو واسمو غادي ربي 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 القيره القيره تقول له سيدي جاك الضيف اديه من تم لهيه. فاصبحنا نرى تهاتفا كبيرا وغريبا على هذه المطاعم. الانسان يمشي يدي تما بل حتى هذا الماكله نتاع الوليدات اصبح مفروضا على المسكين ان ياخذ ولو مره في الاسبوع ابناءه الى هذه المطاعم لكي ياكل هنالك. حتى هما قالوا له ماشي ما تديوش الضيف حتى احنا خصنا ان شاء الله تبارك وتعالى نمشيو ناكلوا له. منين تمشي له تسب له جارك وولد جارك وولد حبيبك وتدين وليداتهم وغادي يمشيو لفما القزار اضرب مع راسك وشي ما يشوف شي كي يشوف يقول له السلام عليكم من بعيد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. يعني كأنه يقول بيسال الحال اللي زيروك زيروني أحبيبي اللي جابوك هنا جابوني أنا الله يخرج عقوبتنا على خير. يعني ما ولاش الإنسان يديرها شي مختار ما شوف منين تبغي ديرها سمعوا ما تفهمونيش بالمقلوب إلا ديرها إن شاء الله تعالى ابتغاء وجه الله واحد النهار في الشهر تخرج وليداتك من القابوية وتدي توكل لهم الحوت وكذا وتبل. ما هدرتش أنا على هاش أنا هدرت على الثقافة التي أصبحت تكون على حساب على حساب الضيف الذي يأتيك إلى البيت. يعني الآن البيت لا يزكى البيت لا يدخله زيد الرزق البيت لا يتخلى عن ذنوبه وينسلخ من ذنوبه حينما يخرج الضيف لأن الضيف أصلا لم يدخل إلى البيت حتى. هذه مشكلة هذه الثانية. وأما الثقافة الثالثة وهي الأخطر أخطر الثقافة في مسألة مجاهدة النفس لكسر شهوة الطعام هي الأخطر وهي أن تتعاطى لاستهلاك منتوجات تعتبر عنوانا للاستكبار. الله وهذه الأخطر منتجات كوكاكولا على طاولة كل مسلم يتناول غذاء كوكاكولا. ايوا انت اقنعلي اقنعلي هالمسلمين اقنعهم لي اقنعلي غير المسلمين اللي يجوا للجامع اقنعلي غير المسلمين اللي يجوا للجامع كل منين نمشيو عندهم كوكاكولا هي الاولى اقنعوا وقول لهم العلماء يقولون اكبر شركه في العالم التي تؤيد اسرائيل ماديا واللي تعطي 3 ملاير دولار سنويا وكاش كاش عقلوا على هذا عقلوا. الشركه الوحيدة في العالم التي تعطي 3 ملايير دولار كاش كاش لإسرائيل هي شركة كوكاكولا. وإن العالم العربي والإسلامي يعب من هذه الشركة الأطنان ملايين الأطنان وأن 3 ملايير التي تقدمها الشركة لإسرائيل هي جزء يسير من الأرباح الخيالية حينما تشاع كوكاكولا بين المسلمين. هذا نتاع المسلمين هذه غير المسلمين احنا ما قلناش الاضرار نتاع كوكاكولا الاضرار نتاع كوكاكولا يتكلموا عليها الاطباء والمختصين حتى من الناحيه الغذائيه حتى من ناحيه الصحه راه كاين غير السكر اخنا دصرك راك تشرب غير الغاز والسكر راه قال لك عندنا قالوا لي ديك هذو اللي البلومبيا قالوا لي البولون 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 اللي يتصدى قال لكم اصبش كي يدير له قال لك خوع لي كوكاكولا وتحلو كوكاكولا تذوب الحديد اخر احنا ترميها هكذاك على مصارينك تذوب راه فيها الغاز هذه من الناحيه الصحيه هي مادام من الناحيه الصحيه مش وفيها السكر بزاف احنا اللي فينا السكر وذاك الشيء الا شربت بحال راك تشرب القوال بتاع السكر كل كسر بحال راك تشرب 6 ولا 7 تاع القوال بتاع السكر طلع مع راسك الغاز ذوب مصارينك وطلع سكرك يوا روح شوف كي راك دير ذوب مصارنك وطلع سكرك يوا روح تولي حتى انت يا قلب سكر. الله يرحم ذاك اللي قال له مشى يفوت قال له واسمو قال لك الطبيب قال له صابني حلو صابو حلو يعني حلو واسمو راه شوف. اذا فالثقافه الخطيره التي والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية ابتلي بها كثير من المسلمين هو أنهم تجاوزوا مسألة التمرد عن ثقافة الإسلام في الطعام الأكل جماعة إدخال الضيف
بل تجاوزوها إلى مسألة أصبحوا يشاركون من خلال هذه الثقافة أعداء الله تعالى في العدوان على المسلمين. كوكاكولا، ماكدونالد، ماكدونالد، احنا كان شي واحد اللي كان يمشي لماكدونالد جابوها الوجدة، وجدة وجدة. وعلى القيس واحد السيد كان بغى يدير ماكدونالد في المغرب في وجدة، هذه واحد 6 سنوات، فلما قام بدراسة السوق قال أهل وجدة محافظين، تمشى فيهم غير كران، كان ثقافة كران. شوية شوية بدلوا هذا الإنسان وغيروه ثقافيا في مسائل التي تستهلك، يعني عاملوا وفق برامج لتغيير سلوكيات استهلاكية لأبناء وجدة وأبناء المنطقة. فلما جاءوا لإقامة ما يسمى بسونداج جديد وجدوا أن ثقافة الاستهلاك قد تغيرت في اتجاه ترويج المنتجات الجديدة، ومشاو داروا لنا ماكدونالد في بقعة يسيل لها لعاب المستثمرين. لو طلبها أحد المغاربة ليستثمر فيها أمواله في مشروع مربح منتج ما أعطيت له، لكن ماكدونالد يا أخي، ماكدونالد، ماكدونالد، الهامبرجر، الهامبرجر، شوية الخبز مع الكذا. وتعرفوا أنتم هذيك الماكلة واش راه تذبح ولا ما تذبحش ذاك اللحم؟ كل شيء جاي ديريكت من أمريكا، كل شيء جاي ديريكت. وانت تعرف اسمه كي؟ كل شيء جاي ديريكت، انت خلص والسلام. ولدي يبغى الهامبرجر شوية نديه تما، دير له شوية الخبز وشوية كذا، ونوض من تما 20,000. 20,000 ابن عمي تعيش بها الشهر، تشري ب 40 دولار. إلا مشيت سوقت البركان مع الصباح في السوق، عندك 40 دولار البطاطا تشري بها شحال 10 كيلو 400 دولار، وتشري الزرود يا ستي، المهم 20,000 تفوت بها الشهر كامل تا ولادك ديال الخضره مخير. ما دير لا كريدي ولا عندك لا ديك ما، الا كنت شريت العدس في الوقيته اللي يكون رخيص والحمص وتبقاو تجتمعوا عليه في هالبروده وتبارك الله فيه الحديد وفيه الاخر، يا ودي هاك والله ما والله ما 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 تدي حتى في عربي كاع. عندك الحمد لله شكوره حمص، شكوره عدس، شكوره لوبيا يابسه، والبطاطا خطر خطره تجيب. الله تربي تعرف شو ولا تخرج في الدار، تخرج كل واحد قد ما فيه لا حساسيه لا يديك لا يردك، كل شيء همبرجر. شنو الهمبرجر اسمه فيه؟ كوكا كولا، اشرب اللبن يا صاحبي، اشرب اللبن. يعني واحد السيد مني وقال له علاش تشرب الكوكا كولا؟ قال راه ينفش. الكوكا كولا نشربها باش ننفش. واش داك انت تاكل حتى تبغي تنفش؟ تنفش ولا جا بيا جراره ولا كيسرات؟ ومني تقول هذا انت وعندك اللحيه عاد كي تجي عليك ننفش تنفش، كيفاش دير تنفش؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا فالمساله الثالثه وهي تغيير ثقافة الاستهلاك. كما غيروا ثقافة الاستهلاك داخل البيت، غيروا طريقة الاستهلاك زيد في اتجاه إشاعة ونشر سلع بعينها تشير إلى ثقافة الاستكبار. كوكاكولا معناه الاستكبار الأمريكي، ماكدونالدز الاستكبار الأمريكي. هو ما يعطيكش ماكلة، هو يعطيك مع الماكلة ثقافة، يعطيك ثقافة، ثقافة ثقافة تاع المعيشة. تبقى تاكل حتى انت بوحدك وتدي الماكدونالد وتدي ولادك، ومن تدي ولادك ما غاديش تديها بالحجاب، خصك لان غادي تمشي لذاك الموضع اللي فيها ناس معينين، تمشي انت تما يقول لك يا خصك تقلع ان شاء الله هكذا، لان هذو ناس تاع ثقافة اخرى، وهكذا وهكذا. هي منظومة ثقافية متكاملة، الطعام فيها جزء من المنظومة، الناس ما تخدمش غير هكذا، هي منظومة ثقافية متكاملة، ومسألة الطعام جزء منها. ولذلك فإن القرآن اهتم بمسألة الطعام وذكرها في القرآن، فقال سبحانه عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله، يعني عليك زيد أن تعطي الأولوية في الطعام لمن؟ لمن؟ طعام كذكروس مولمان ذكر الكرش، هو قال لك لا
اعطي الأولوية عند الطعام للنظر للتفكير. هذا الطعام الذي جاءك إلى المائدة، كيف جاءك وكيف وصلك؟ إنا صببنا الماء. فين مشى الفكر باش تعرف سيدي ربي هذه النعمة اللي وصلها لك وشحال سخر لك في الكون باش جات هذه النعمة؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر نظرة المعتبر المتدبر الذي ينظر إلى المآلات إلى المصدر. إنا صببنا الماء صبا. وأنت حينما تنظر إلى هذه الماء، هذا الماء الذي ينزل من السماء، أنت إنما تتفكر في أمور وسنن كونية أجراها الله في الكون حتى ينزل الماء. إنه البحر والسراج الوهاج يسلط على البحر الشمس فيتبخر فيصعد البخار فيصطدم بمنطقة باردة جوية ثم يتكثف بفعل البرودة ثم ترسل عليه الشمس أشعتها ثم ينزل ماء. يعني حينما يقال إن صببنا الماء صبا، هو ليس فقط صب الماء، وإنما من وراء صب الماء سنن أجراها الله في الكون هي الأخرى تحتاج إلى التدبر. فالله حينما قال لك التفت إلى هذا الماء الذي ينزل من السماء، فإنه يقول التفت إلى هذه السنن التي كانت وراء إنزال الماء. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال فإذا جاءت الصاخة، أي مباشرة وراء الطعام ووراء تدبر الطعام، هنالك يوم القيامة، يوم الصاخة التي تسأل فيها عن النعيم، عن الطعام. هل شكرت الله عليه؟ هل شكرت ربك أن سخر لك كل هذا من أجل أن يصل إليك الطعام؟ ثم انظر إلى هذا الطعام، أين زرع؟ ومن الذي قطفه؟ ومن الذي أوصله إليك؟ فكم من أيد على وجه الأرض عملت من أجل أن يصلك هذا الطعام؟ هو هناك في تلك الأرض البعيدة في عمال بعيدين عنه يأتي الطعام، إما عبر البحر أو عبر الجو لكي يصل إليك. هذه حاجة كبيرة، عبادة. أنت في الطعام وأنت تعبد سيد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب طاعم شاكر خير من صائم صابر. هو طاعم ولكن شاكر. ما معنى شاكر؟ واسمه الشكر. هو أن يستعمل الجوارح ثلاثة قبل ما يستعمل الكرش والبلعوم في تعامله مع الطعام. معنى بقلبه يعرف أن النعمة من الله، وبلسانه يلهج بالحمد والثناء على الله، وبجوارحه العمل والإنفاق شكراً لله على نعمة الطعام. يعني قبل أن يدخل إلى جوفه ذلك فهو يشكر الله تعالى على الطعام. حتى قال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب من عبده أن يحمد الله على الأكلة إذا أكل، وعلى الشربة إذا شرب. يحب الله تعالى حينما يقدم إلى العبد طعام أو شراب أن يحمد الله عليها، أن يثني على الله تعالى على هذه النعمة، على هذا الطعام. إذن هذا البعد الثقافي، عدم استهلاك هذه المنتجات التي هي عنوان الاستكبار العالمي. هذه ثلاثة من هذه المقاصد الثقافية. ثالثا، المقصد الثالث وهو المقصد زيد الاجتماعي. إذن فالمؤمن المجاهد نفسه في شهوة الطعام لكسر هذه الشهوة، أيضا هنالك مقاصد اجتماعية. المقصد الاجتماعي العظيم الكبير وهو أولا زوج، قلبي وفكري، قلبي وفكري. أما القلبي فحينما يجوع الإنسان يستشعر زيد نعمة، يستشعر قدر هذه النعمة. ولذلك قال سبحانه عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما معنى تشكرون؟ أي إذا جعت تعرف قدر النعمة. وحنا عدد نتاع الناس ربوا في النعيم، هذا لا يعرف قدر النعمة، يدير والعياذ بالله الطعام بزاف ويرميه، يجيب اللحم ويرميه، يقول لك أنا درت العرس بستين كبش والطرمات
أصبح النعم ترمى في المزابل لا يعرف قيمتها، لأنه لم يجع يوما، لم يجع يوما. إذا جاع عرف نعمة أو قيمة هذه النعمة فهو لا يجوع. ولذلك إذا وجدتم في المجتمع المسلم الأكل الكثير يرمى في المزابل، وفي الليل ترى المحرومين يخرجون في الليل خلسة يترصدون هذه الطرويات نتاع المزابل فيأكلون من المزابل. عندكم الخبر على هذه؟ كاين في وجده، أقسم بالله كاين في وجده اللي يمشي المزبالة يمرش العظام. يا الناس، هذا مجتمع، هذا مجتمع يعاني التفكك، يعاني الأنانية والأثرة، الأنانية التي فيهم واللي نعايرهم بها قد انتقلت إلينا، أصبح الإنسان أناني. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء. أنا نعرف الناس اللي لبس عليهم يديروا مأدوبات ويديروا وكي يلغوا غير هذوك أصحابهم المزيانين وحبابهم المرفهين، وهذاك اللي من العائلة نتاعهم وخاخوه ضعيف ما يدخلوش عليهم ما يجيبوش. يحرم الفقير، لا يرضى أن يستدعي أخاه الفقير حتى لا يعير بأخيه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف على مجتمع كيفاش نحل هذا مرض اجتماعي خطير، مرض اجتماعي أصله نفسي وهي الأنانية، ولكن الأنانية أصبحت هي سمة لأفراد المجتمع كلهم إلا من رحم ربك. السيد مثلا عنده ولاد خوه يتامى، عمره ما عرفهم، ماشي ولاد خوه، أمه أقسم بالله إلى أمه إلى الديها لمن لدار العجزة هو لبس عليه حتى لا تشاركه الطعام لأنه يخاف بطش زوجته. أي مجتمع هذا اللي وصلنا له؟ إحنا بكري كانت عندنا دار العجزة الآن ما كاينش فيها البلاصة. لو أنك أخذت إنسانا لا عقب له ولا أصل له وأخذته إلى دار العجزة لتخفف عنه، يقول لك المدير حين يستقبلك عند الباب: اسمح لنا كل شيء عامر. ادينا البارح واحد داس بن يونس أخذه إلى هناك، جاء عندنا مع الصباح بقى يدور على فين يكون، فأخذناه إلى دار العجزة. قال لك يا ابن عمي ما كانش، كل شيء عامر، ما عندناش فين نديروها، زيدوا كثروا دار العجزات. رحت احنا غادي قعدنا لي ميزون دروبو، يحصل المين كانت كتكبر كتكون في الدار بحال الأميرة، الولد يسلم لها على رجلها والبنت تسلم على رجل بحال الأميرة، بسوى لا ما هدرتش سوى لا ما غمزتش. تأمر ابنها بالغمز فيطيع لأنه يعرف أن الجنة تحت أقدام الأمهات. يا أخي يا أخي، هذه المسألة هذه الآن بدأت تختفي في مجتمع المسلمين. أصبحنا عياذا بالله نرى الوالد يطرد كثير من أولاده، الوالد اللي لبس يطرد أولاده لا يريد أن يشارك ويقول كبرته. ونرى أن الولد العاق يلفظ أمه كما يلفظ النوى، عشان الغريبة هذه. فالإنسان إذن لا يعرف قدر النعمة حتى يجوع، فإذا جاهدت نفسك لكي تجوع الجوع الواعي فأنت لكي تعرف قدر النعمة. كان واحد السيد يقول لهم، يقول هذا غير واحد مثال، يقول لا تأكل الطعام حتى تأكله حلوا. هذا البين يوصي أبنائه قبل الموت: يا أبنائي أوصيكم وصية غالية، لا تأكلوا الطعام حتى تأكلوه حلوا كالعسل. فكان أحد أبنائه البلداء ينفق المال ويشتري العسل يوميا ليضمخ الطعام في العسل فيأكله عسلا. نحسب للباب اللي راه يعني هذا الشيء. الحاصل سيدي كملوا له الفلوس، العسل غالية، قد تفوت عليه نهار يومين ما يصير ما يأكل. في ذلك الوقت اللي كان يأكل العسل لو كان يجيبوا له الخبز اليابس يقول هذا خبز يابس يرمي. سيد اللي يأكل العسل ويأكل اللحم ويأكل كذا، تجيب له انت الخبز، المش القط، هذا القط اللي راه عايش في هذا المطاعم هذا الشيء، يبدأ له يرمي له الماكلة تاع اللحم يأكل.
الان مثل الخبز والله ما ياكله. القط يقول لك انا اسمنا اكل تا الخبز. هو تبارك الله القط قداش قد 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 الكبش هكذا يتمشى هكذا. هو بذاته ما ياكلش الخبز لان اسمه يدير بالخبز. لكن لقيت اللي جاع السيد وكملوا له الفليسات النهار الاول ما كانش مشى لهيه ما كانش وفي الثاني ضرب الصح. من اللي بقت قرقر كرشه وتصوت وتستغيث وتصرخ حتى يسمع قتالا في الداخل مصران مع المصران يتقاتلوا على شوية لموجودة تما يدقوا فوتوا لي مصر حرب عالمية لدخل انت ما تنعش. ما من تكون مع شي ناس يكونوا قرقروا المصار تاعي يقول لك مالك انت صاحبي مالك بعدنا. ذاك الوقيتة جيء له بالخبز اليابس فأكله فوجد له لذة هي ألذ من ذلك الطعام الذي كان يأكله مضمخا بالعسل. أنا ذاك فطن لوصية أبيه فقال يا ويحي لم أكن أفقه ما يريد والدي كان يقول لا تأكل الطعام حتى تجوع لكي تعرف قدر النعمة. أنا كاين شي ناس اللي يذبوني يطيح ثم يتطعطئ رأسه ويأخذ حبة الحبة يأكلها تقديرا لنعم الله وشي ناس يقلع الذبون ويمسح فيه يديه داروا والعياذ بالله النعمة نتاع ربي دارها واسمو دارها دارها سربيتها وذلك يقول لك اعطيني يا ربي الشتاء كي يدير يعطيك الشتاء. انت تهين نعمة الله انت تهين نعمة الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا زيد يصنعون. أنت والعياذ بالله تعمد إلى نعمة الخبز ثم تحولها إلى من شافة دير هكذا بالخبز. أنا نعقل على الجدود نتاعنا كانوا من يفوتوا على خبز يابس واخا ما ياكلوش يرفدوا يديروا فوق الحيط وما يخليش يهان يقول لك لا تهين النعمه. ها وعندنا واحد المثال في العربيه يقول اللي ينفخ في البنزين يشتاقوا اللبن نعمه نتاع ربي كان النبي قبضه زوج يدين هو يقول له غير اللبن ينفخ فيه يستهين به يزدري نعمة الله عليه. وازدراء نعمة الله تستوجب العقاب أن يسلبها الله منك. فالشكر طريق الزيادة والكفر يمحق النعمة يسلب الله لك النعمة. أنا كنت أتكلم عن النعيم كل شيء كي نعمة الصحة كي نعمة لكن الآن كنت أتكلم عن الطعام كيفاش يطرم الطعام والملايين لا تجد ما تأكل حشومة عيب وعار. هذه الواحدة. أما المسألة الثانية أن القلب حينما يجوع الواحد ينمو فيه زيد مشاعر الإحساس بالآخر الله فيتذكر أن ثمة صوماليين مسلمين يوحدون الله لا يجدون ما يأكلون إلى درجة أن صومالي أرسل رسالة إلى أحد العلماء يسأله قائلا عندي في الثلاجة أمي قد قتلت أيجوز لي بعد أن لم أكل 10 أيام أن أكل لحم أمي. مسلمين كيستفتيوا الآن واش يأكلون لحم تعمهم. وملايير دول البترودولار تضخ إلى صناديق الغرب كيش ما تبكيش. البوسنيين حينما تعرضوا لما يسمى بالحرب العرقية من قبل الصرب والكروات كثير من المسلمين كانوا يأكلون لحوم أبنائهم ولحوم الموتى من ذويهم. حوصروا سراييفو حوصرت 6 أشهر وينزل فرانسوا ميتيرون
جاء من مدينة الأنوار ينزل في الطائرة ويقول كلمته في مطار سراييفو المشهورة: لن نسمح. أنا أحسب لي جاي يعزينا وجاي يقف معنا: لن نسمح بإقامة دولة إسلامية في خاصرة أوروبا. الله الله، نجوع لكم ونقتلوكم، لا نسمح أبدا أن تقام دولة إسلامية في خاصرة أوروبا الشرقية. الله أكبر الله أكبر. النصر عارفه اسمه الدير، النصر عارفه اسمه الدير. إذن فالإنسان إذا كان يجاهد نفسه فيجوع الجوع الواعي، ينقدح في قلبه الشعور بحاجات الناس وحرمانهم، زيد فتتدفق الرحمة في قلبه فيطعم المسكين، وإن كان لا يطعم المسكين فهو يحض على إطعام المسكين، إما أن يطعم إذا كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فلا يعذر. المسكين مفتاح الجنة، إما أن تطعمه إن كنت قادرا، وإما أن تحض القادرين على الإطعام، وإن لم تفعل ذلك فاسمع إلى قول الله. اسمع قول الله تبارك وتعالى: يا رب 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 يا رب. فأما من أوتي كتابه بشماله، هذه العاقبة، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. علاش؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هل العذاب علاش؟ كان لا يحض. أقول لك قاعد الناس لاباس عليها، كاين شي مسكين اليوم؟ كاين غير غوال. الكرش الشبعانة ما تدي لها من الجيعانة. الكرش الشبعانة ما تدي لها من الجيعانة. كلشي الناس شبعانة. كان لا يحض على طعام. كان أبو الدرداء يقول لأم الدرداء زوجه: يا أم الدرداء أطعم المسكين، فإن سلسلة يوم القيامة يقيد فيها من لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فقد كسرنا نصفها بالإيمان وبقي نصفها إذا لم نحض على، إذا أردت تكسير هذه السلسلة وأن لا تدرج فيها وأن لا تكبل فيها فعليك أن تؤمن، وقد آمنت فاحمد الله، ولكن يبقى النصف الآخر أن تحض على إطعام المسكين. الله، حض على إطعام المسكين، ديروا جمعيات خيرية، جمعيات خيرية، جمعيات خيرية تاع الإطعام تاع المسكين. ماشي يجيو النصارى هنايا هما اللي يديروا الاعمال الاجتماعيه، يعطونك الطعام بيد والصليب باليد الاخرى، كما وقع في عين اللوح لابنائنا من اللقطاء، يستعملون سلاح الجوع والمسغبه والحاجه الى الطعام لتمرير افكارهم وعقائدهم. فاذا لم تقوموا بملء هذه الثغره تركتم ثغرة واسعة ينفذ منها أعداء الملة لمحاربة عقيدتنا. إذا فإطعام المسكين، ولذلك دائما كنعاود هذا الكلام دائما. قيل لسيدنا يوسف عليه السلام: لما تجوع وقد جعلك الله على خزائن الأرض؟ قال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع. أخاف أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع. لويس التاسع عشر حين الأزمة الفرنسية وقل الطعام، تظاهر الفرنسيون فتيمموا وجوههم شطر قصر الإليزي فأحاطوا به ويقولون: رغيف خبز رغيف خبز رغيف خبز، نريد خبز. فقالت الملكة للملك: ماذا يريدون؟ قالوا: يريدون خبزا دقيقا. قالت: واش ما كانش دقيق؟ لا دقيق ما كانش.
قلت لهم يوعدوا لهم القاطو القاطو حتى دقيق ما كانش تعطيهم القاطو. هذو المطرفين هم في واد، ولذلك شي ناس ما عجبوهمش ملي الحكومه شي وزراء نتاع الحكومه تخلوا على زوج السيارات، تخلوا على الشيفور، داروش لا مسائل. واش قال لهم؟ قال لهم نحن لا نريد هذه التغييرات الشكليه، نحن نريد ان ننفذ الى الجوهر. بحال انتم نفذتوا للجوهر، انتم ملي كنتوا نفذتوا للجوهر، نفذتوا فعلا للجوهر، مشيتوا للجوهر واديتوه كل شيء. ما الشعب عرفتوا الشعب كاع واش هو؟ عمرو عرفتوا واش هو الشعب؟ كنتوا قاعد تحسوا بالشعب؟ ما تحسوش بالشعب لان انتم مترافين. انتم ما كان لكم اي نوع من الاتصال بالهموم الشعب والجماهير. اذا غادي يجيكم هذا الشيء غريبه. هذا الشيء غادي يجيكم غريب. اذا هذه المساله الثانيه. واما المساله الثالثه في مساله الاجتماعيه وهي ان يشيع بين افراد المجتمع الواحد عباده هي من الفرائض الغائبه وتسمى زيد التكافل الاجتماعي. الله، التكافل الاجتماعي. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا مات مسلم بالجوع وسط عرصة برئت منهم ذمة الله ورسوله كلهم. إذا مات مسلم بين جماعة من المسلمين بالجوع وهم يعلمون به رسول القاع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله. وربي ربي 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 ربي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر بهذه القبيلة التي تسمى الأشعريين. قال الأشعريون مني وأنا منهم. علاش يا رسول الله؟ قال لأنهم كانوا إذا أرملوا، أي إذا اشتدت المسغبة والحاجة، كان كل رجل يأتي بمن معه في البيت فيجمع في كومة فيقسم بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. انظر إلى هذه الصورة الرائعة للتكافل، تكافل رائع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة من الغزوات لأصحابه: من كان له فضل زاد فليعد على من لا فضل له، على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له. حتى قال الصحابة: والنبي يعدد الفضل في كل شيء أن لا تستأثر به وإنما تقدمه لأخيك الذي يحتاجه. حتى قالوا: لقد كنا نرى بعد كلام النبي أنه لا يجوز لمسلم أن يستأثر بفضل أي نعمة زادت على حاجته، بل عليه من الواجب أن يبحث عمن يحتاجها فيخرجها. الله 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 الله، ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الإسلام. واحد الرحمة في هذا التكافل يا سيدي، واحد الرحمة في هذا التكافل، واحد الرحمة في هذا الخير. أنا والله لا مزالني كنقول صادق، استغفر الله، ما أنا غير عبد ضعيف ولا أنا كنقولها دائما. والله الذي لا إله غيره، حنا راه شبعنا وكلينا وسكننا، كاين واحد العدد نتاع الشباب، أقسم بالله أنا يا ويديروا لنا صندوق نساهموا بالثلث ولا الربع نتاع المنضة نتاعنا باش يتوظفوا بهم هاد الشباب، أقسم بالله لا أكون أنا من يدعو له. ما هدرتش أنا كاع على تفعيل ما تفعيل الصندوق نتاع الزكاة، ما قلتش ما هذاك ما بغوش يفعلوا هذاك، ما هدرناش على الزكاة، هدرنا على أرواحنا، على أرواحنا أرواحنا. اش من حياة انت تاكل وتشرب وشبعان واخوك مسكين يطولوا على الكشف في الرباط وقرا وكل شيء، اش من حياة؟ اش من ربح؟ اش من ربح؟ اش من ربح هذا؟ اش من ربح؟ اذا كنت لا تشعر بهذا، اذا كنت لا تشعر تجاه اخيك بالاخوة في الله، فأي اخوة هاتي؟ هي شعار تلوكها ألسنة الناس؟ فالتكافل الاجتماعي هو سمة ميزت هذه المجتمع. ولعلمكم أن الاتحاد السوفيتي قام في شرق أوروبا ولم يعمر إلا 75 سنة، وأنفقت الملايير، وكان كتاب كارل ماركس، كتاب نتاعو اللي هو لو كابيتال، رأس المال، كان يطبع ملايين طبعات في اليوم الواحد، فيروجون لهذا النظام.
لكن كان ضد الفطرة، ضد الفطرة. 75 عام طاح. علاش حنا الإسلام 15 القرن تحاربوا ليهون ويحاربوا النصارى ويحاربوا الجهال بولادنا وباقي لحد الآن رغم فساد الأنظمة والحكام وباقي؟ علاش؟ لأن عندنا الولد يخدم على 20 واحد لله في سبيل الله، يخدم على أمه وعلى أبوه وعلى أخوته، يتكفلوا باش بعشرين واحد وتكفل بربعين واحد. يا سبحان الله، سبحان الله. أنا كتجيني رسائل في الانترنت كيقولوا لي أنا فلان من دولة الخليج، استمعت إلى كلماتك حينما كنت تدعو الناس إلى التكافل، أنا أريد أن أتكفل بعائلة من اليتامى في المغرب، أعطيني إن شاء الله الكونت ديالك. نقول له لا أجيبه، لأن راك عارف المسألة واسمه فيها، أعطيني كذا. نقول له لا، أتكفل غير بهذوك السعوديين الميتين اللي عندكم. المغاربة يعني اللي يصليوا في التوابين هما المكملين، هما ينوضوا يتكفلوا بعض الميتين والو. يقول لي واحد في أمريكا، ها ما عندي فيه أمريكا، أريد أن أتكفل. نقول له تكفل بهذوك الناس اللي راهم يجيو يقراوا تما في أمريكا، في أمريكا. أنا حينما أوجه كلامي أوجه إلى المقحورين، المزالط، المربجين، الطايحين اللي عايشين معايا. أنا لا أوجه خطابي لأصحاب الخليج. لن يدخل إلينا فلس ولن نسأل أحدا خارج هذا المسجد. ولكن عودك واسمه هي أننا لن نقبل أيضا زيد طلبا من الطلبات من خارج هذا البلد ومن خارج هذه المدينة. كيجيو مساكن من أكادير يقول لك بغينا تعاوننا. يا ولدي شوف الأكادير، شوف احنا رحنا، يلا كل واحد يجيب جهته، الله يرحم والديكم كلها ويجيب جهته. أنتم الجوامع لحد الآن تخافوا كاع باش تهضروا باللي تقولوا كاين الفقير ونعاونوا الفقير. أنتم كاع هذه المسألة عطلتوها كاع. فنحن لا نقبل أن يأتينا يعاون من الهي. علاش؟ نظرا للشبهات وللشكوك التي أصبح يتهم بها المسلمون. وأيضا نستسمع هؤلاء اللي يضربوا للتليفون في العيايد وذاك الشيء من خارج المغرب. الله يرحم والديك الفقيه، شوف لنا بغينا نشريو العيد. منا العيد غلال انت ابني بلال؟ راهم حذايا ما عندهمش العيد. منا غلال ليه؟ نقولوا واش بغيتكم يديروا الاغنيه ديال ابني بلال؟ اسمحوا لي يعني غير مثال، ماشي ابني بلال يعني انا نعطي. واش بغيتهم يديروا فما الناس اللي عمروا المساجد عندكم في المدينه نتاعكم؟ اش من دين هذا واش من ايمان هذا الى ما يكونش من جزء الاهتمامات نتاعك تهتم بخوك؟ ماشي بالهضره، ماشي بالهضره اخوتي، ماشي بالهضره. روحوا نتعاونوا، كاين جمعيات اجتماعيه، ها نعاونوا معاها، نوقفوا معاها قانونيه، جمعيات قانونيه ينبغي للمسلم ان يزورها، ان يعمل في اطارها، واخا يعاونها غير بالفكر نتاعو. علاش ما احنا عندنا من الخميس للخميس الاخير نتاع كل شهر قمري، عندنا واحد الجمعية هنا يقول جمعية مناهل الخير. هيا في رشطة البراني. تهتموا بهذه المسألة، نريد لإخواننا أن يأتوا إلى الجمعية، يزورونا، يزورونا غير يزور، غير يشوفوا واسمو راه كاين، أن في هذا البلد من يسخر وقته وجهده للعمل في الميدان الاجتماعي، رعاية اليتيم، كفالة الأرملة واليتيم. الكافل كافل الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. أين تجد هذا الأجر في غير هذه العبادة؟ أين تجد هذا؟ هذا أجر كبير، أجر عظيم. الله أكبر.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًّا وبمحمدٍ عليه الصلاة والسلام نبيًّا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا وحكمًا، وصلى الله على حبيبنا محمد. إذن المقاصد المتوخاة من وراء مجاهدة النفس لكسر شهوة الطعام، رأينا المقصد التربوي، ورأينا المقصد الثقافي، ورأينا المقصد الاجتماعي. المقصد التربوي يراد لهذه الأمة أن يكون المقصد من تعاطي لشهوة الطعام، والمقصد الذي يريدونه أن يصبح الإنسان عبدا لشهوته، يربيك على هالشيء. هذا مقصد تربوي تاعه، دير انت العكس. المقصد الثاني وهو الثقافي، يريدون أن يسربوا إليكم ثقافة الاستهلاك. واستهلاك ماذا؟ استهلاك وزم تستهلك، خاصة المواد والمنتجات ذات الطابع الامبريالي. وثالثة المقصد الاجتماعي، هم يريدون أن يشيعوا فينا نفسية الأثرة الأنانية بعدي الطوفان. أنا ومن بعدي طوفان، أنا نتوظف، أنا نخدم، أنا ندير، والأخرين ما يمشي. قال له سميتك؟ قال له مينا؟ قال له بعدي عليا وطرتك، بعدي عليا وطرتك. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، سنستمر إن شاء الله في سرد هذه المقاصد. المقصد الرابع وهو زيد الاقتصادي، والمقصد الخامس وهو السياسي. ندير إن شاء الله كلمة كل مرة، كل درس عندي كلمة خاصة كنجيبها من الانترنت أو اللي كتجيني من برا، يعني على حساب الاهتمامات إن شاء الله تبارك وتعالى. الكلمة اليوم هي رسالة شفهية عبر الهاتف من أحد إخواننا بدولة سويسرا بقرب مدينة يعني بيرن. على كل حال هو يريد أن يسمع هذا النداء، ويريد أن يوجه هذا النداء، وألح بأن أوجه هذا النداء إن شاء الله تبارك وتعالى للإخوان إن شاء الله. يقول في رسالته: يعني أنا متزوج بأخت سويسرية لا زالت يعني على دينها، ولكن هي في طريقها إلى الإسلام، لكن مش هذا هو الموضوع. ومرة ذهبت لتزور إحدى صاحباتها صويحباتها، فلما كانت على عتبة الباب وجدت قطعة من القماش وفيها وعليها منقوش بعض الأمور وبعض الكتابات تشبه الكتابات التي يقرأها زوجها المسلم. وذلك القماش، ذلك القماش وضع على عتبة الباب وتمسح فيه، ويمسح فيه كل من يدخل إلى البيت، يمسح فيه رجليه، يمسح فيه رجليه. فقالت لها: يا أختاه، أنا محتارة في هذا الذي أراه، هذه قطعة من القماش الكتابة المدونة عليها كأنني أعتقد أنها الكلمات المدونة بالحرف العربي، ولا أراها إلا كتابهم المقدس. قالت: والله أنا لا أعرف، أنا اشتريت هذا من مدينة مراكش، ذهبنا في رحلة سياحية ونشتري هذه اللوائح وهذه يعني نأتي بها إلى هنا. قد خذيها إلى زوجك إن كانت فعلا من الأقمشة التي تدون عليها هذه الآيات. يعني أنا مش نعرف، أنا ما ريش عارفها. فجاءت بهذه القماش إلى زوجها، قال لك: فصدمت لما وجدت مكتوب عليها آية الكرسي.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة. قلت لا يا زوجتي، هذا قرآننا وقرآن ربنا. قالت والله يا زوجي ما كان قصد هذه العائلة أبدا امتهان القرآن، ما كان، ولكن أخبرك، تقول أخبرك أن كثيرا من أصدقائي ذهبوا إلى المغرب واشتروا مثل هذا القماش كقطع سياحية وبأثمنة مرتفعة، وشروا حتى اللوحات ويضعونها على عتبة الأبواب. كثر الناس كثر. لطيف، حسبي الله ونعم. قالت له نزيد لك، إذا ذهبت مع إلى خمارة تجد آية الكرسي قد علقت في لوحة حذ الكونتوار ديال الشراب. شراب ذوك. ولذلك فهو يقول هذا أمر يؤلم، وهذا أمر يجب أن توجه نداء للصناع التقليديين في المناطق التي يرتادها السواح. إذا كنت تريد أن تبيع فبيع يا أخي، لا أحد يمنعك أن تبيع، تلك فرصتك، لكن ذكر من يشتري منك من هؤلاء السياح أنه إنما تبيعه قطعة عليها كلام الله، ولا تبيعها حتى تستوثق منه أنه يضعها في مكان لا تمتهن فيه. ثم أقول لك، إلا بغد النصيحة تاعي، أنا من الأحسن بيعوا لهذا السياح قطع أثرية بعيد عن القرآن، يا لأن من يضمن لك وأنت تبيع قطعا أثرية فيها كتاب الله أن تمتهن؟ واش عندك أنت شي واحد اللي غادي يتابع هذا الناس؟ واش عندك أنت شي واحد اللي غادي يمشي يراقب؟ مشاو داوها وشراوها ووقع ما وقع. ولذلك يقول الصناع التقليديين المتخصصين في هذه المسائل والذين يبيعون هذه المسائل للسواح، عليهم أن يتيقنوا أن هذه القطع التي تباع للسياح لا يجب أن، لا ينبغي أن تمتهن بهذه الطريقة، وإلا كنتم شركاء في الإثم. بل الأحسن أن لا تبيعوا شيئا فيه كلام الله للسياح، لأن ثمة من يشتريه لهذا الغرض بالضبط، من يحمل الحقد لهذا الدين، وخاصة قد رأينا الكثير منهم وقد ظهر ذلك على ألسنتهم وما تخفي صدورهم أكبر. هنالك من يأتي عياذا بالله لكي يشتري هذه الأقمشة التي تدون عليها آيات من كتاب الله ويضعونها في أماكن ممتهنة، القصد منها امتهان كلام الله، والقصد منها امتهان أمة كتاب الله. هو اسمه تسوى. فأنا نزولا عند رغبة أخينا في سويسرا الذي طلب مني أن أوجه هذا النداء على أوسع نطاق لكي يسمعه كل مسلم، أداء للنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولحرمة الدين، أنا أذكركم أيها الصناع التقليديون أن تتقوا الله حينما تبادرون إلى بيع هذه المسائل إلى هؤلاء. اتقوا الله، هذه كلمتي. المسألة الثانية، هذه 15 يوم اللي قالها لي السيد الله يجزيه بخير، ولكن جاء اليوم اللي نقوله إن شاء الله تبارك وتعالى. كنا نتحدث أيضا عن دار العجزة وما يقع فيها، فعندنا واحد شي ناس كيصلوا معنا هنايا من شباب الصحوة رفع الله قدرهم، اللي كيهتموا بالآخرين، العمل الاجتماعي، كيمشيوا كل أسبوع لدار العجزة ويمشيوا عند هذوك الناس اللي ما يصيبوش، اللي يجي عندهم يغسل لهم، ويدوا معهم جميع أدوات النظافة شريوها، ويدوا معهم كل شيء الصورة، ويمشيوا لدار العجزة ويمشيوا عند المرأة ولا الراجل اللي عنده 80 عام وكل شيء، كل شيء كيدير، يعني مسكين يعني معذور، فيقومون بتنظيفه، يقلعوا له الكسوة، ولكن في الأول حتى يقنعوه وكذا يقلعوا الكسوة وينظفوه مزيان 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 مزيان. ومنين يجيو معهم شي ناس جداد ما يعطيهمش هذوك اللي يكونوا واعرين، يعني كاين شي وحدين كيكون مسكين يعطيهم غير ذوك اللي مازال صحاح شويه يقدروا يخرجوا وكذا،
وما كاش اللي يوانطي معاهم، ما كاش اللي يواطي معاهم. هو الان كيدير نداء هذا الاخ الاخوان تاعنا راهم هنا، يقولوا لهاد الناس اللي عندهم الفراغ وما عندهم ما يخدموا، بغاو يتاجروا مع صيد ربي مع رب العالمين، راه والله ما كان واحد اللي يغسل لهم الواش، راه ما كاينش اللي يغسل لهم. هاد المسلمين اللي راهم مرميين، احنا كنتكلموا الان على ان تستشعر معاناه اخوانك، هاد هاد مواتنا وبواتنا وجدودنا. يوجهون هذا النداء لكل من في قلبه بقية رحمة أو خير، لأن بزاف 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 ما يقدروش هما يديروا يفوتوا على 80 واحد، ما يقدروش. يجيو عندي إن شاء الله ويتصلوا بالإخوان. فر الأخ تاعنا بعدا راه هنا بعدا باش يتصلوا به، يبان بنيش مباشرة باش الأخ تاعنا فر هو الأخ يعني يتصلوا به مباشرة باش ما تظلوش الأخ. إذا اتصلوا به باش يكونوا يديروا شو برنامج، واللي يبغى يعمل في هذا الاطار مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم ولا، ويمشي يشوف خوتنا كي دايرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الله، ان من اجلال الله، ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم. شاف الاسلام، اذا اردت ان تجل الله وتعظمه فعظمه فاش في اكرام المسلم اللي شربت اللحية نتاعه، وخاصة ذاك الإنسان اللي ما عندوش اللي يكرمه، وخاصة من تكون الإنسان وصلت له، وصلت له فين؟ وهينت كرامته، ما عنده اللي يرقب عليه، وزيد بزيادة هو بذاته ماشي طاهر، وما يقدرش يقضي حاجته، ويتراكم عليه ذاك الشيء، ويحتاج لمن يكرمه. أكرموهم أكرمكم الله. هذه الثانية. العمل الاجتماعي الثالث هو هذيك الولي اللي درنا له النداء هنا، اللي عنده الكونسير في العين ان شاء الله تبارك وتعالى. واحد الالف درهم كانت عندي انا، واحد الالف درهم ان شاء الله على واحد البنيه راه في فرنسا مع الزوج ديالها، رسلتها الزكاه، قالت لكم دعيوا لله تعالى، مازال ما دارش الكواتيه والزوج ديالها، سالوا الله تعالى يفرج عليهم ويفرحهم ويعطيهم الصحه ويعطيهم الايمان، ولا أراهم الله مكرون فيما يحبون. واحد 70,000 تاع العائلة جارنا هنا، الله يحفظ له الوليدات ويرحم له الوالدين، ولكن هو راه يخصو خير الله، يخصو 7,000 درهم يعني تقريبا هذا الوليد هنا. العمل الاجتماعي الرابع هو هالإخوة اللي راهم جايين، راهم هنا حاضرين. هذا الوليد عنده 7 سنين، يحتاج إلى عملية جراحية حتى هو في الرباط. وحتى هو عنده ان شاء الله تبارك وتعالى العمليه على العين. هذا جاوا عندي هذه 15 اليوم اللي هي هيك في القدس وهنا، وكان عاودوا هذا النداء للمره الثالثه، لعل الله تعالى يجد ان شاء الله تعالى من يبلغ، فليبلغي الشاهد منكم الغائب، واللي عنده شي حاجه يجيبها لي انا، لان الاخوان ها هما هنا يا اصحاب، ها هما الاخوان يعني راهم باينين جارهم ان شاء الله تبارك. خطبت فتاة وبغيت تفسخ الخطوبة، الخطبة هي الخطبة هي إن شاء الله تعالى وعد بالزواج. إذا رأيت منها ما يريبك، يعني ما درنا في القدرة ما يتحرك إن شاء الله، ما حد الدعوة. هذه الرسالة نتاع 15 اليوم اللي كانت هنايا، وما كنتش قريتها، قلت لكم راها طويلة شوية، ولكن المهم ما خصنا نقراوها ان شاء الله، لان الاخ راه هنايا نكملوا بها ان شاء الله تعالى هذه الرساله هذه، وهو صادق في هذا الشيء اللي كيقول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعاني من امراض نفسيه خطيره، وهي انني اقوم بعمل خبيث ولا ادري هل لي من توبه ام لا، وذلك أنني ولعت وشغوف بمتابعة الحافلات، وفي الزحام أعتدي على النساء بالتحرش عليهن من الوراء، يعني يمكن نقرأ كما لا يقرأ إن شاء الله تعالى، وأتحرش بهن في السوق في حالة الازدحام الشديد، وأنا أعمل في السوق وأرى العجب من النساء، يعني حتى النساء يمشيوا معاه سوارش قتلوا يعني.
لكن المصيبة أن الناس يروني أصلي وأتردد على المساجد وأخشى الله أن يفضحني في يوم من الأيام، وأنا أعيش معذب الضمير إلى درجة أنني أترك عملي وفي الليل أجدد التوبة وأقوم لصلاة الفجر وأعزم على أن أقطع هذه العادة وأطهر نفسي، ونجحت في ذلك لمدة عامين. ولكن يعني عشت تائها ومشوش، أصبر 6 أيام ثم أعود والعياذ بالله، فأنا مفتن في ديني من هذه الناحية، وأخاف أن أتزوج وأبقى في هذه الحالة. يعني ما بغيش قاع يتزوج، خاف لا يتزوج ويبقى. شوش إبليس كده، لقد هزمني الشيطان وهزمتني النفس الأمارة، وهل هذا دين علي؟ أسألكم بالله أن تنصحوني ماذا أفعل، وأن تدعو الله معي في هذا الجمع أن يعينني ربي. المهم يزيد شي كلام خور معليش. على كل حال هذا الأخ يعني يعترف بأن فيه خصلة خبيثة، وأقولها خبيثة وفعلا هي خصلة خبيثة، يعني قد أحسن الوصف، فهو يعتدي على نساء المسلمين. هذا النساء تاع المسلمين شكون هما؟ هي إما أمك وإما أختك وإما ابنتك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الشاب اللي جاء عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله إذن لي في الزنا، جاء مسكين صادق إذن لي في الزنا. الصحابة أرادوا أن يضربوه ينوضوه، قاعد تقول للنبي هكذا إذن لي في الزنا، لطيفة لطيفة. قال اتركوه اقترب اقترب، شو الرحمة المهداة صلوا عليه. يقربوا يقول له صلى الله عليه وسلم، أيها الشاب أتحبه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأماتهم. تخيلت هذيك أمك، هذيك تبغي على أمك هكذا كيديروا لا؟ حاشا اللي فيه الإيمان. أتحبه لزوجتك؟ قال لا، جعلني الله فداك. لا يا رسول الله. كذلك الناس بفطرتهم لا يريدونها لزوجاتهم، تريده لأختك؟ قال لا، جعل الله فداك. كذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، يا أخي أتريده لابنتك؟ قال لا، جعل الله فداك. لا، كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. فلهذا الأدب الجم الذي تعامل به مع رسول الله نال جائزة ما نالها شاب أبدا لصدقه. وضع النبي اليد الشريفة الكريمة الطيبة الطاهرة، خير يد لخير بشر، صلوا عليه، فوضعها على صدره ودعا له 3 دعوات. الله يا شبابنا يا شبابنا. فقال لا، اللهم طهر قلبه، قولوا لها السيد، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه بزوجة صالحة إن شاء الله. إن شاء الله الزواج راه دواء ماشي مرض. حصن فرجه واغفر ذنبه وتوب عليه ورده إلى رشده وانصره على شيطانه وعلى نفسه إن شاء الله تعالى. ماشي 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 تاع الرجال هذا صاحبي، هذه ماشي خدمه تاع الرجال، واخا قلع الدين قاع قلع الدين قاع قلع الاسلام، غير مساله الرجوله ماشي الرجوله هذه. تخلي خدمتك وتبقى مقابل للطوبيسات ومقابل للاماكن اللي كيكون فيها مزدح من النساء في الاسواق، ما هذا؟ انت راجل صاحبي وتصلي وكذا. ولذلك نحن نامل ان شاء الله تبارك وتعالى ان تغير هذا السلوك، والله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فبادر إلى التوبة يا أخ الإسلام. صلى الله يتوب علينا أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. لا إله إلا الله.